الأشجار ساجدة تمشي إليه أبس بلا قدم كأنها سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخلق بالتقاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل القمامات أن سرى سائرا تقيعا أبسمت بالقمر المنسقين له من قلبه نسبة مغرورة القسم وما هو أكبر من خير ومن كرم وكل ضرب من الكفار والنعم فسق في القهر وصدق لا يهرب وهم يقولون ما في القهر من حليب ظن الحباب وظن الحباب تعالى خير البرية لم تكثر ولم تهم قل يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من ضياء ليلة محمود أفج من الدروع والحال من الوطن ما سهيت نظم وسجدت به إلا ونرت جوار منه لم يطعم ولا التفت من دعوه من يديه إلا سلمت الندى من خير مرسل لا تنكر الويامر ويهود إذن له قلبا إذا نمت العينان إلى جنان وذاك حين قلوب من نبوته فليس يؤمن به حلوب ولا نبي على غيب بمنتهى كما راى مرسبا باللمس راحته وألقى قريبا باللقاء الامام وآياته سنة شباب دعوته حتى حكت برة في الأرشاد سيفا من اليم او سيلا من الحريم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق اللهم صل وسلم وبارك.